محبتكم شهود أربع. وشهود كل قضية اثنان. خفقان قلبي واضطراب جوارحي ونحول جسمي وانعقاد لساني ونحول جسمي وانعقاد لساني.
يديمك لو الجديد اغناك يديمك نديمك لو الجديد اغناك اغناك. طيب الله يعطيك العافية. السلام عليك. حياكم الله مشاهدينا الأحبة في حلقة جديدة من برنامجكم 102 اف ام. وطبعا في البداية ارحب باخواني المتواجدين معاي في هذه الليلة الطيبة ويا هلا وغلا فيكم جميع. هلا هلا شباب مسلطنين انتم ما شاء الله عليكم اليوم. ابو محمد يعطيك العافية على هذه الأغنية الطيبة. كلمنا عن الأغنية شوي. الأغنية هذه من روائع الفنان الراحل فوزي محسون. وأنا حبيت أقدمها لأنها قليل من الفنانين اللي تطرقوا لها الأغنية هذه. فإن شاء الله أنها تكون عجبتكم وعجبت المشاهدين إن شاء الله. روعة. عجبتنا أكيد. ما شاء الله عليك. بعدين تغنيها يعني شلون بخطك أنت بستايلك بلونك. هذا شيء حلو بعد. نعم صحيح. إيه هذا شيء حلو. عموما ما نبي نطلع من مود الأغاني. مرير مساك الله بالخير. مساء النور يا حبيبي يا مرحبا. نسمع منك شيء. إن شاء الله أكيد أكيد. ما شاء الله. الحب يا ليتنا ما عرفنا الحب سكم القلوب سلمى الحب يا ليتنا ما عرفنا الحب سكم القلوب سلمى بالصعب هالحب يا ما صعب دوا قتل رجال العصور يا ذيب فرحة نديمة بنديمة
تكمل قروب سلمة. الحب يا ليتنا ما عرفنا، الحب تكمل قروب سلمة. للصافة الحب يا مصعب دوا، قتل رجال العصور القديمة. الحب يا ليتنا ما عرفنا، الحب سكم القلوب سليمة. انصاف هالحب يا مصعب دوا، قتل رجال العصور القديمة. يعطيك العافية. حلو حلو مريم، يعطيك العافية مريم. الله يعافيك، ما قصرت مرير. ألاحظك يمكن هذه ثاني مرة حين تغني الخلف. والله خلف تاريخ أكيد، بس خلف. ماسك يعني تبي تغير الخط ولا تبي؟ والله هو اللون الشعبي يعني تقدر تقول محبوب سواء من خلف ولا من غير، بس أنا حبيت أداء خلف بن هذال واللون اللي يغنيه يعني، والكلمات حتى هو كاتب وملحن. أيه. حسيت أنا قريبة مني وحبيت أني أقدمها إن شاء الله تنال رضاكم يعني. بالعكس حلو والله. والله أبدعت مرير، أبدعت ما شاء الله عليك. الله يحفظكم. الله يحفظكم. عبود مساك الله بالخير. الله بالنور والعافية والحضور. نسمع منك شيء ولا؟ كيفك؟ شو لا ما هو بكيف، وش ما بكيف، أنا بنسمع. أشوفك مندمج. على هالريشة. سلام سلام. حاضرين حاضرين يا أخوي فواز. هذه ريشة موجودة يا طلب ريشة. محمد. هذه واحدة جديدة. مصادرة مصادرة جديدة أصلا. هذا المهم الأسود على فكرة. ثلاثة أربعة الحين تحصل. واحدة واحدة للمذهب والثانية لكم ليه؟ I'm
قصرت. مشاهدينا احب متواصلين معاكم ولكن بعد الفاصل. Thank you.
يعطيك العافيه. يعطيك العافيه علي، ما قصر حبيبي الفنان التحيه. حلو حلو، ابدعت علي، ابدعت. والاغنيه حلوه بعد الفنان عايد عبد الله. عموما ننتقل لاغنيه ثانيه دام ان احنا في نفس المود، وغاني حلو حلو طرب وناسه. مساك الله بالخير اخوي غانم. هلا والله اخوي فواز، طيب طول لي عمرك يا مرحبا. انا صوتي راح ترى من 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 الضحك. ايه شوف قاعد اشوف عبود وتدري الجو حلو كذي. اسمع منك شيء. لو بغيت اضحك واسولف مع الناس عيت العبرات فارق عيوني، لو بغيت اضحك واسولف حبك في ضميري على أساس ملوم عيوني لو عليك أسهروني، بنيت حبك في ضميري على أساس ملوم عيوني لو عليك أسهروني، لو بغيت أضحك وسولف مع الناس عيت الأبرار فارق عيوني يعيشون يعيشون. ترسم وترسل لي قلوب بقرطاس، وش فايدة ترسل وقلبك طعوني، ترسم وترسل لي قلوب بقرطاس، وش فايدة ترسل وقلبك طعوني، لو بغيت أضحك وسولف مع الناس عيت العبرة عيوني، لو بغيت أضحك وسولف مع الناس عيت العبرة تفرق عيوني، حبك على عيني وقدرك على يعطيك العافية. ضحكناك من بدري قدام فيها طرب. اي والله. لا حلو حلو.
هذه المرحوم سلامة. سلامة سلامة العبد الله الله يرحمه. كلمات والله ما بالضبط ما أبي أدخل في متاهة ونقول شيء غلط، لكن اللي المعروف طبعا أو الكل يدري أنها هي أغنية الفنان راح سلامة العبد الله. بس اشتهرت هذه من الأغاني دائما لما يسألك في قصيدة ما تده والكلمات عشان يصير المشكلة عليه مش عارف يعني نقول هو نسبها لنفسه على طول في وجه المدفع. يعطيكم العافية. الله يعافيك عزازي. مرحبا. نبي نسمع منك أغنية. حاضرين. بس بتسمعنا والله. الآن يحضرني أغنية للفنان الراحل حمد الطيار رحمة الله عليه. الله يرحمه. الله أغني له أغنية من الأغاني المعروفة كتبنا لك من الأشعار. لما تقول سلامة تقول حمد الطيار، ألاحظ أنهم حتى هم نفس الجيل وهم نفس اللون قريب من بعض كانوا. جدا. Damn it.
من الأشعار في دم من دموع العين رسمنا لك على قلب العناصر آلة الذكرى وهذه حيلة المشتاق لا طاول عليها البين إذا الجودة ومجهودة لأجل شانك وشان رضاك كتبنا لك من الأشعار بدم من دموع العين رسمنا لك على قلب العناصر لأجل ذكرى. حلو حلو عزازي قصرت. مشاهدينا الأحبة متواصلين معاكم ولكن بعد الفاصل. I do.
حلو ما قصرت ابدعت يعطيك العافيه الله عبود نبي نسمع منك شيء انا من اهل الجنوب والجبال العاليه والنعم في الجميع ميزات الله يحفظك بس وين يا عدم وين باحه ليش فيها باحه باحه ما فيها الباحه ولا فيها لا لا فيها السوده سوده عسير ما فيها النماص قال ما عندك اللي هي قلت ما منك من عصر ايوه ما عليك اليوم بس بس هي هي السوداء النماص هي ثلاث بس ابها 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 خوار خوار والله نعم يا حلو ذيك الديار والله اي بالله حبيبي را جنبي بيني وبينها
طيب يا حبيبي يعطيك العافية. يعطيك العافية. يعطيك العافية جميل. سويتها. الأغنية تلقائي تسحبك سبحان الله فيصل علوي أداءه يسحبك غصب عنك. الله يرحمه. الأجواء سبحان الله. الأغنية هذا جميلة جميلة جدا جميلة. حلو حلو حلو. مشاهدين الأحبة احنا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذه الليلة، نشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي من خلال برنامجكم 102 اف ام. طيب طيب طيب. أجذب كل هوى واطرب واغني وبدل كل غرام بكل فني، أجاذب كل هوى واطرب وغني وبادل كل غرام بكل فني، وشاهد صنعة الله في جمالك وحكمه الذي فيك تحني، وشاهد صنعة الله في جمالك وحكمه الذي فيك امتحني، أجاذب كالغرام واطرب واغني وبادل غرام بكل فني، وشاهد صنعة الله.